ولم يبقى أمام النساء إلا أن يغطين وجوههن وأجسادهن وزينتهن عن الرجال، كما هو العمل من العهد الأول من عهود النبوة من زمن الصحابيات رضي الله عنهن، مرورا بالتابعيات، مرورا بالقرون المفضلة، إلى أن نزع الحجاب في زمن الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر، فخرج مجموعة من النساء اللاتي تشبهن بالغرب وأخذن ثقافات الغربيين ونشرناها بين المسلمين، واجتمع النساء في ميدان التحرير في مصر، اجتمع مجموعة من النساء كهدى شعراوي ومعهم رجال كسعد زغلول ومين، هؤلاء اجتمعوا في ميدان واحد ونزع النساء النقاب، ومن ذلك اليوم نزع النقاب في بلاد المسلمين وانتشر التبرج وانتشر الصفور من ذلك الزمن. ما كان المسلمون يعرفون التبرج، كل النساء منقبات محتجبات. ولذلك عباد الله هذا واجب، الله ما قال إلا ما أظهرنه إلا ما كشفنهن، لا، الله قال إلا ما ظهر ظهر. لذلك فسرها ابن مسعود صحابي جليل، وابن عباس صحابي جليل، وعبيد السلماني من تلاميذهما قالوا إلا ما ظهر منها هو ظاهر الثياب من الخارج. لذلك كل من فسر الآية بأنه إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فقد أخطأ. الواجب على ولي الأمر أن يساعد ابنته على الحجاب. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الهدى مصباح الدجى الذي أنار الله تعالى به الظلمات وأحيا به البشرية بعد الممات، فعليه من ربه أفضل الصلوات والتسليمات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، في الجمعة الماضية سبق أن تكلمنا عن قضية الحجاب، عن أدلتها وشروطها من نصوص الكتاب والسنة، ووعدنا في هذه الجمعة إن وفق الله سبحانه أن نتكلم عن الشبهات التي تصد كثيرا من النساء من لبس الحجاب الشرعي الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الذين يتبعون الشهوات، قال العلامة ابن جرير الطبري، يريد الذين يتبعون الشهوات من الزنات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تزني نساء المسلمين كما تزني نساء الكفار. لذلك قال سبحانه بعد آيات الحجاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. دعاة الفساد من أعداء الإسلام يريدون إفساد المجتمع، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم
لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هؤلاء دعاة التبرج، دعاة السفور، يريدون أمرين اثنين. الأمر الأول إفساد المجتمع عن طريق المرأة، الأمر الثاني إشباع رغباتهم في النساء. لذلك قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: لذلك ركز أعداء الإسلام على المرأة. المجتمع يفسد من خلال فساد النساء، فركز أعداء الإسلام على المرأة، والمرأة فتنة، فأخرجوها من بيتها متكشفة متبرجة، خالطت الرجال وزاحمتهم في أماكن العمل، بل استخدموها في الإعلانات وفي المسلسلات وفي الأفلام، وأخرجوا المرأة عما خلقت له من العفة والطهارة من عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك لهم شبهات يفسدون بها النساء، بل واستغلوا فتاوى لبعض أهل العلم من الفضلاء من أئمة الإسلام الذين زلت بهم القدم، وأخطأوا في هذه المسألة، وقالوا قولا وإن كان لهم فيه بعض الأدلة ولكنه ليس بصواب. استغلوا هذه الفتاوى وزرعوا بها الفتنة بين النساء، وجعلوا المرأة تترك الحجاب بالكلية بسبب فتوى لأهل العلم. أولا قد يكون أساءوا فهمها، وثانيا حملوها ما لا تحتمل، وثالثا ارتكبوا بها الجرائم. طيب، في مناقشتنا بإذن الله عز وجل للشبهات في موضوع الحجاب، أقف أولا مع الشبه العلمية التي ذكرها بعض أهل العلم الفضلاء، ولست بصدد انتقاص واحد منهم، فهم علماء أجلاء، ولكن ما من عالم إلا وقد حفظت له زلة، والمعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يثار في قضية النقاب، ممكن الناس يتفقوا، بل العلماء متفقين تماما كلهم على أن المرأة ليس لها أن تكشف شيئا من جسدها قط، اتفقوا في جميع الجسد غير الوجه والكفين، اختلف فيهم بعض أهل العلم أو خالف فيهم بعض أهل العلم وعندهم شبهات. من الناس من قال ليس في القرآن ولا في السنة دليل على أن المرأة تغطي وجهها، وأنا أكتفي من جملة الأدلة بدليلين، يكفن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الدليل الأول قال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الكلمة دي ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، طبعا في ناس بيقول لك إلا ما ظهر منها
الوجه والكفان. وهذا التفسير غلط للآتي. استندوا في هذا التفسير على أثر منقول من طريق خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها في ثياب الرقاق، فقال لها: المرأة إذا بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه. أولا هذا الأثر ضعيف، ما ثابت فيه خالد ابن دريك وهو لم يدرك عائشة، الأثر ده ضعيف. قالوا فسرها ابن عباس بهذا التفسير، ضعيف عن ابن عباس، بل المحفوظ عن ابن عباس ما رواه ابن كثير والبغوي بإسناده، وصاحب أضواء البيان الشنقيطي، أن ابن عباس قال في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن أن يسترن جميع أجسادهن ووجوههن إلا عينا واحدة يرين بها الطريق. هذا المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه. طيب، إذن التفسير إلا ما ظهر منها الوجه والكفين، تفسير ده ما صحيح، بل قال العلماء هو مخالف لنص الآية. ليه؟ قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية سر من أسرار التنزيل، وهي قال تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن، فأسند الفعل للمرأة، المرأة ما تبدي زينتها، ولا يبدين زينتهن. لما جاء في الاستثناء قال: إلا ما ظهر منها، ما قال إلا ما أظهرنه منها. في الستر قال: ولا يبدين زينتهن، المرأة ليس لها أن تبدي شيئا من زينتها، قال إلا ما ظهر. قال العلماء: ظهر أي ظهر اضطرارا، ما أظهرته هي. طيب، المرأة يا إخوانا لو براها كشفت وجهها وكفيت، تكون أظهرته هي ولا ظهر براه؟ تكون أظهرته هي. وهذا ليس مفهوم الآية ببساطة شديدة. الله ما قال إلا ما أظهرنه، إلا ما كشفنهن، لا، الله قال إلا ما ظهر. لذلك فسرها ابن مسعود صحابي جليل، وابن عباس صحابي جليل، وعبيد السلماني من تلاميذهما، قالوا إلا ما ظهر منها هو ظاهر الثياب من الخارج. لذلك كل من فسر الآية بأنه إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فقد أخطأ. طيب، ربنا قال: ولا يبدين زينتهن، الوجه زينة ولا ما زينة؟ لو في زول قال الوجه ما زينة، يبقى خالف القرآن وخالف السنة وخالف العقل الصحيح. أصلا بتقدر تغني عليك زول تقول للمرأة دي كرعيها زينة، لكن وش هذا ما زينة، تغني منه؟ المعروف عند من له علم، والمعروف عند الجاهل. يا أخي المعروف حتى عند الفنانين والسفهاء، لما يتغزلوا في وجوه النساء، فزينة المرأة أولى ما في الزينة الوجه. أصل لو دارت تخطب امرأة دارت تخطبها بتشوف شنو؟ ها؟ بتقول لهم صوروا لي كرعية جيبون لي أشوفين ولا كيف؟ زينة المرأة في وجهها. ولذلك هذه الآية وحدها تكفي. سبحان الله، ماذا فهم الصحابيات من هذه الآيات؟ نحن نتقيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم. أولا لما أنزل في سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال ابن حجر العسقلاني: معناها يغطين وجوههن. ثم نقل أثرا عظيما عن عائشة رضي الله عنها، بتوريك الصحابيات فيه من شنو. خليني من فهم ناس ندير الصحابيات فيه من شنو من الآية دي. قال ابن حجر بإسناده:
قالت عائشة رضي الله عنها لما ذكر عندها نساء قريش قالت إن لنساء قريش لفضلا ولكني والله ما رأيت مثل نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت انطلق أزواجهن يتلون عليهن ما أنزل في سورة النور قالت ما منهن امرأة ما في واحدة إلا وفعلت شنو ما منهن امرأة إلا وعمدت إلى مرطها المرط الأكسية التخينة إلا وعمدت إلى مرطها فاعتجرن به فخرجنا يصلينا الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهن الغربان. ده الفهمان الصحابيات السيدي ذول يقول لنا لا الآية دي مفهومة ما تغطي الوجه والكفين. انت أفهم من الصحابيات صحابة رضي الله عنهن فهمنا من هذه الآية أن تغطية الوجه عليهن واجبة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ولا يمكن أن يكون قد فهمنا هذا الفهم إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ده أنا بعتبره براو كفاية في أدلة الحجاب والأدلة كثيرة متوافرة. طيب عندهم شبهات. الشبهة الأولى في ناس بيقول لك المرأة بتمشي الحج ولما تمشي الحج بتكشف عن وجهها. يقول لك إذا كان النقاب تغطية الوجه واجبة ليه المرأة بتكشف وجهها في الحج؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي هذا دليل على وجوب تغطية الوجه. ليه؟ لأن كشفه في الحج وكشف الوجه بالنسبة للمرأة وهي محرمة واجب واجب تكشف وجهها. قال وكشف الوجه بالنسبة للمرأة في الإحرام دليل على أنه في غير الإحرام لا تكشف وجهها لأن الاستثناء لا يكون إلا من أصل. فالأصل التغطية والاستثناء هناك عند الإحرام وهذا دليل على التغطية. بل إذا كانت المرأة محرمة في الحج ومر بها الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها لما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نساء محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الركبان الرجال سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. شوف المرأة محرمة بتغطي وجهها إذا مر بها الرجال لو فاتوا من جنبها بتكشف وجهها لأن كشف الوجه في الإحرام واجب. قال العلماء هنا تعارض واجبين واجب كشف الوجه في الإحرام وواجب تغطية الوجه للمرأة أمام الرجال فقدم تغطية الوجه أو قدمت تغطية الوجه الواجبة على كشف الوجه الواجب في الإحرام وهذا دليل على أن النقاب واجب. طيب في ناس قالوا اتفقنا إنه واجب لكن على أمهات المؤمنين وهذه المسألة متفق على بالمناسبة ما في عالم من العلماء خالف في كون تغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين ما في عالم خالف فيها أصلا. طيب قلنا لو قلتم بأن تغطية الوجه واجبة على أمهات المؤمنين فنقول هي واجبة على جميع نساء المؤمنين. كيف؟ لأن الآية التي أمرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الوجه
هي نفس الآية التي أمرت بقية النساء بتغطية الوجه، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الآية واحدة والخطاب واحد، لكن تناول الخطاب أمهات المؤمنين باعتبار أنهن القدوة ولشرفهن ولمكانتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في امرأة كانت كاشفة وجهها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، قالوا ده دليل على إنه أقرها، ولو ما فعلها صحيح ما بقرها. ما هي المرأة؟ قالوا دليل المرأة سفعاء الخدين في حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء فقامت امرأة سفعاء الخدين، يعني في خديها سواد، شاف جابر رضي الله عنه في خديها سواد، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وجاوبه. طيب، قالوا فيه دليل على أن المرأة لها أن تكشف وجهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت كاشفة وجهها قدام الصحابية الجليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله. أيوة، قال العلماء لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه المرأة وهي كاشفة عن وجهها. هي كانت كاشفة وجهها، نعم، وكونها هي كشفت وجهها ده ما دليل، ده ما دليل. الدليل وين؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم يشوفها كاشفة وجهها ويتركها، ده يعتبر إقرار ودليل. لكن لم يثبت كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها وهي كاشفة عن وجهها، إنما رآها جابر. المرأة سفعاء الخدين رآها جابر، والذين رووا القصة غير جابر كابن عباس وابن عمر لم ينقلوا أنها كانت سفعاء الخدين، لذلك رآها جابر وليس في هذا دليل. قالوا قصة أخرى، ودي غاية ما عندهم، القصة الثانية دي، قالوا المرأة في الحج الخثعمية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي النساء، وسألت وأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه الفضل ابن العباس أخو عبد الله ابن عباس، الفضل كان معه، فنظر إليها الفضل وأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. طيب، قالوا هذه المرأة وصفها الفضل رضي الله عنه بأنها امرأة حسناء وضيئة، قالوا وهذا يدل على أنها كانت كاشفة عن وجهها. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لم تأتي رواية واحدة أن المرأة الخثعمية كانت كاشفة عن وجهها، ما في، إنما وصفها بأنها وضيئة. قال العلماء وقد تعرف وضاءة المرأة ويعرف حسنها دون أن تكون كاشفة عن وجهها، كما قال الشاعر: طافت أمامة بالركبان آوينة يا حسنها من قوام ومنتقبا، فعرف جمالها وقوامها مع أنها كانت منقبة. كويس، عشان كده غاية ما فيه أنه وصفها بأنها وضيئة، وهذا لا يدل إطلاقا على أنها كانت سافرة عن وجهها، وبهذا سقطت الأدلة التي تدل على سفور النساء وكشف وجوههن، ولم يبقى أمام النساء إلا أن يغطين وجوههن وأجسادهن وزينتهن عن الرجال، كما هو العمل من العهد الأول من عهود النبوة من زمن الصحابيات رضي الله عنهن، مرورا بالتابعيات، مرورا بالقرون المفضلة، إلى أن نزع الحجاب في زمن الدولة العثمانية في القرن الرابع عشر، فخرج مجموعة من النساء اللاتي تشبهن بالغرب وأخذن ثقافات الغربيين ونشرناها بين المسلمين، واجتمع النساء في ميدان التحرير في مصر، اجتمع مجموعة من النساء كهدى شعراوي ومعهم رجال كسعد زغلول ومين، هؤلاء اجتمعوا في ميدان واحد ونزع النساء النقاب
ومن ذلك اليوم نزع النقاب في بلاد المسلمين وانتشر التبرج وانتشر السفور من ذلك الزمن. ما كان المسلمون يعرفون التبرج، كل النساء منقبات محتجبات. ولذلك عباد الله هذا واجب. في ناس ضيعوا بها فتاوى، واحد يقول لك ما فيها حاجة، ببساطة جديدة. تخيل عندنا علماء في البلد دي، تسأل الواحد يقول لك ما فيها حاجة، تمام أنا عادي جدا، تمرك كاش في وشها وكرعية برا كله يقول لك عادي ما في وشي. نحن يا اخواننا ما يقول لك نحن مجتمع طيب، يقول لك مجتمع سوداني يا طيب، ما عندنا مشكلة. ده واجب يا اخواننا. من الأدلة القوية العلماء قالوا قياس بديع، ربنا قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ربنا أمر بستر الأرجل، صريح في الآية، بل أمر بأنه ما تضرب بأرجله شان تعلم الزينة لأخفته، ما أظهرته الأخفته شان ما تعلم. قال العلماء وهذه الشريعة شريعة مستقيمة توافق العقل، فلا يمكن شريعة يا أخواننا تأمر المرأة إنها تستر كرعية يد أقدامها تسترن وتكشف وشها، هذا لا يستقيم في هذه الشريعة، وهي الشريعة المستقيمة المعتدلة. ولذلك هذه الأدلة التي ذكرت في جواز كشف الوجه أدلة لا تستقيم. وأجمع العلماء، أجمع العلماء على أنه في زمن الفتن تغطية الوجه واجبة، وفي زمن فتن أكثر من زمننا ده البنات بيقوا بشيلون بالعربات من الزلط، والله صحيح. معي مرة واحدة من محارمي دخلت البقالة ده اجيب لي حاجة سريع واجي راجع، لقيت واحد واقف ليه. عليك الله يا اخوان شوف البلاوي دي. ده بس الكويس انا ما وصلته، الكويس انه ما وصلته، ده هذا بلاء، بلاء عظيم. وهذا هو زمن الفتن، ولو كان هناك شيء اشد من النقاب لقلنا به لولا ان الشرع ضبطنا. ولذلك هذه الأدلة واضحة، ولنا بعض الشبهات نمر عليها سريعا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من الشبهات كثير من الفتيات يقتنعن بالحجاب وبتغطية الوجه، لكن تقول لك أهلي ما بيقبلوا. سبحان الله، ولي أمره ما بيقبل ليه؟ أقول أولا الواجب على ولي الأمر أن يساعد ابنته على الحجاب وعلى العفة وعلى الطهارة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخي أنت اللي بيخليك تمنع، أنت بدلت سعيدة تمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي رجال كأشبه الرجال. ده الحديث يا أخوانا، ده مو كلامي أنا. قال رجال كأشبه الرجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات مائلات مميلات إلعنوهن فإنهن ملعونات. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي وقت ربنا هداها تلبس الحجاب تمنع ليه يا أخي؟ السبب شنو؟ والله يا اخواننا شيء حير. مرات يكون القدوه ذاته ما قدوه. دخلت على احدى المحلات قبل ايام بسيطه، لقيت بنت لابسه لبس قبيح جدا، والله
عشان تعرف انه مشكلة يا اخي. هو الرجال بيقوا يتبرجوا، خلي النسوان، الاولاد بيقوا يتبرجوا ذاته. فهممت ان اتكلم معه، قلت اتكلم معه انصحه، لقيت مع اخوه قلت خلاص انا اتكلم مع اخوه لانه ده هو ولي الامر. كويس، عينت في اخوه ده اتكلم معه، لقيته ذاته متبرج، قلت هسه ينصحوا مني وخلوا مني. يا ناس ده مجتمع غريب والله، كما قال الشاعر: وما عجب ان ترجلت النساء ولكن تأنيث الرجال عجابه. عجب والله. الواجب على ولي الامر الاب او الاخ، الواجب عليه ان يعين اخواته على الحجاب. بعدين لو المراه ابوها مارضه وامها مارضه، برضه ما عندها حق في انها تخلي النقاب او الحجاب، ما تخليه برضه، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. ما ممكن تطيعي والدك في معصيه الله تبارك وتعالى. ولذلك الواجب عليها ان تتحجب حتى ولو رفضوا لها الخروج من البيت، حتى لو قالوا ما بتقري الجامعه، ما تقدر تقعد في البيت وتلبس الحجاب. هذا واجب يا اخواننا. بعض النساء يمتنعن من الحجاب، الواحده بتحمي بنتها ليه؟ السبب شنو؟ تخيل معي، تقول لك يزوجوها كيف؟ يا ناس يزوجوها كيف؟ يقول لك والله شيء حير، يعني لو تبرجت يتزوجوها؟ ما هسه في وحدات متبرجات وما متزوجات ذات دار يتلمن علينا اثنين، لا لما في عرس ولا لما في حجاب. الزواج رزق من الله عز وجل، الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. ده يا اخوانا توحيد، دي عقيدة. كويس، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. شوفي لو الله كاتب لك زواج بتتزوجي، قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ده رزق الله بجيبه يا أخي، سبحان الله. شوفوا طاعة ربنا، ربنا بجيبها كيف. أم سلمة رضي الله عنها صحابية جليلة، مات زوجها أبو سلمة واستشهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول الكلام ده. كويس، قالته، لأنه دي سنة تتبع السنة بس تعملها، قالته. لكن قالت في نفسها: ومن أفضل من أبي سلمة؟ ما في الحديث بيقول: واخلف لي خيرا منها. قالت: ومن خير من أبي سلمة؟ فرزقها الله برسول الله عليه الصلاة والسلام، اتزوج النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي تعمل الطاعة لله. ولذلك كثير من الشبهات التي غرست في نفس النساء بسبب ضعف الإيمان، والله صحيح، بسبب ضعف الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكرس أعداء الإسلام على أن تعيش المرأة هواها. تعرف يقول لهم شنو؟ يقول لهم: عيشوا شبابكم، أنتوا لسه صغار، الحجاب بيقيدك. يقول لهم لو لبست الحجاب تاني تضحكي في الشارع، ولا بتاكل ايس كريم برا ده جاي، ها؟ ولا بتتونسي مع الاولاد. يقول لها: عيشي شبابك تماما، تمرق الجامعات، يكون عندها علاقات في الواتساب ونسات، وتاخذ راحتها، دايره تعيش هواها وتنسى المعاني القيمه، المعاني الايمانيه. عشان كده يا اخواننا نحن نحتاج في مجتمعنا أن نصيغ شبابنا صياغة إيمانية، تتعامل بأحكام الآخرة، تتذكر الآخرة، القبر، القيام من القبور، النفخ في الصور، القيامة، المحشر، تطاير الصحف، الوقوف بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. تربية زي دي يا أخوانا إيمانية، دي نحن نلقاها وين؟ الواحدة إما تقعد تغالط كثير،
تقول لك الدليل ده ما واضح كده، شوف لي آية تانية، والحديث ده ما عاجبني، وأنا أسوي شنو وأمشي من المجتمع، والناس بيقولوا لي أعرف أن فيها ضعف في الإيمان، في ضعف في الإيمان. صحابي هذا ما درت كلام كثير، أول ما قالوا لي آية واحدة تلاها النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج قروها اليوم، خلاص الموضوع انتهى. لكن هسه في نقاش، في جدل كثير جدا، وهذا دليل على ضعف الإيمان عند كثير من الفتيات. كويس، ولذلك الحجاب صيانة، عشان كده ربنا قال ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. يعرفنا معناه شنو؟ قال العلماء يعرفنا أنهن حرائر، لأن الحرة كانت تستر جميع بدنها، وأما الأمة ما كان بتستر جميع بدنها. عشان كده ميز الله عز وجل النساء المسلمات الحرائر عن الإماء، وكما قال النميري أنشد عند الحجاج قوله يخمرن أطراف البنان من التقى، تقوى لله عز وجل، يخمرن أطراف البنان، رأس صابعين ده بغطن، ويخرجن جنح الليل، لما يطلعن زمان بيطلعوا لقضاء الحاجة بالليل، ويخرجن جنح الليل معتجرات. قال الحجاج وكذلك المرأة المسلمة الحرة. أسأل الله عز وجل أن يعين بناتنا على الحجاب، وأخواتنا وأمهاتنا وجميع نساء المسلمين. اللهم صن أعراضنا، اللهم احرس ديارنا من غائلة السوء، اللهم طهر مجتمعنا من الفساد والسوء، وأبعد عنا دعاة الفتنة والفساد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهرنا، اللهم نزهنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.